مسائية إلى الموعد الثقافية الآن مع زميل طارق مغنم، أهلا بك. أهلا بك محمد، بس أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى رابع موعد ثقافي لنا لنهار اليوم، والبداية بالحدث السينمائي الذي تحتضنه الجزائر، حيث أسدل ستار سهرة أمس بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي على المهرجان أو الدولي للفيلم المتوسط الذي تحتضنه عنابة، أين شهد تتويج الفيلم الجزائري الآن يمكنهم أن يأتوا للمخرج إبراهيم سالم. المزيد مع عبد الناصر جلال وسارة بالحور. على البساط الأحمر كان نجوم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يوزعون ابتساماتهم على الجمهور الذي وجد فرصة للاحتكاك بقامات الفن الجزائري وأخذ صور تذكارية معهم. لو الجمهور ما يحبكش بقوة ما يجيش هك ملهوف عليك ويحبك ويتصور معاك، أنا كاين ناس اللي جابوا لك أطفال، يعني هذا شيء جميل جدا وهذا هو اللي عطينا الشجاعة. الفنان يعني هو أجمل شيء في السينما وفي هذا الحلم اللي احنا نمشي فيه، هي هذه العلاقة مع الجمهور، لأنه السينما ليس لها حياة بدون جمهور. أنت تتواصل يأتيك جمهور بكل تلقائية بكل عفوية، يعبر عن حبه، يعبر عن عواطف صادقة. دم شعور رائع أنك تصور معهم وملفين نشوفهم كما قلت درك نشوفهم في لاتيلي اليوم ثم مباشر على المباشر نشوفهم ثم شعور رائع. الحمد لله هذه فرصة سانحة كي تعرفنا على معظم الفنانين اللي كنا حابين نشوفوهم، الحمد لله شفناهم في هذا المهرجان. محمد عجيمي، فتح سلطان، حسن كشاش وغيرهم وقعوا حضورهم، أما الفنانة بهية رشدي فكانت الأكثر طلبا من طرف المعجبين نظرا للسمعة التي تتمتع بها. أجمل ما في هذا المهرجان هي الصورة التذكارية مع كل الشباب اللي كان خدم في ورشات وقدم أفلام وثائقية. وأنا جد سعيدة كوني التقيت بأمي وأم كل جزائرية الفنانة بهية راشدي. طبعة هذه السنة كانت مميزة بحضور الفنانين الجزائريين والسيلفي صنع الاستثناء. كان هذا موضوع مشاهدينا الكرام، الفنانين الجزائريين الذين حضروا إلى مهرجان عنابة، أين اغتنم المشاهدين والجمهور العنابي الفرصة لأخذ صور سيلفي معهم. الآن نعود بكم مشاهدينا إلى موضوع مهرجان عنابة وتتويج الفيلم الجزائري، الآن يمكنكم أو يمكنهم أن يأتوا للمخرج إبراهيم سالم. أسدل الستار سهرة مساء أمس على فعاليات الطبعة الثانية لمهرجان الفيلم المتوسطي. حاجة مهمة عليا كي جيت في عنابة، كنت المرة الأولى اللي ورينا هذا الفيلم في الجزائر. سي تري انتيميدون في الجزائر. سي تري انتيميدون، هذا تاريخ الجزائر وهذا الفيلم رحلة، تاع هذا الفيلم رحلة طويلة في العالم. توج الفيلم الجزائري الآن يمكنهم أن يأتوا لسالم إبراهيمي بالعناب الذهبي، كما تحصل بطل الفيلم أمازيغ كاتب على أحسن دور رجالي، فيما عاد أحسن دور نسائي إلى الفنانة المصرية ماسيا عبد الهادي. كنا سعداء إن إحنا موجودين معاك، وعنابة بلد جميلة وناسها جميلة، والمهرجان كان حقيقي ممتع والتنظيم كان جميل وإحنا مبسوطين كل حاجة تمام. وعاد لقب أحسن فيلم قصير إلى المخرج الشاب عبد الرحمن حراث من عنابة بفيلمه للأسف ديزولي. في مهرجان الفيلم المتوسطي أني أمنح هذا اللقب صافي بليزير، يعني فخرا بعد لعنابة لأجيال عنابة. الأفلام اللي داخل المسابقة مستوى عالي جدا، يعني شفنا الفيلم الإسباني، شفنا الفيلم جدا، يعني شفنا الفيلم الإسباني، شفنا الفيلم الفلسطيني، شفنا الفيلم الجزائري، مستوى يعني قليل تشوفه في المهرجانات، لأن المهرجانات تفضل المستويات المتوسطة. شيء آخر اللي هو يفرح هو حضور الجمهور. أما في الأفلام الوثائقية، تمكن المخرج محمد أوزين من خطف لقب أحسن فيلم وثائقي بفيلمه سمير في الغبار، هذا وعرف الحفل تكريم عدد من الوجوه السينمائية من الجزائر والخارج على غرار المخرج أحمد رشدي والمخرج الإيراني الراحل عباس كيروستامي.
وعلى هامش اختتام فعالية الطبعة الثانية للفيلم المتوسطي اختتمت الورشات التكوينية التي خصصت لفائدة الشباب الموهوب شباب الجزائريين في عنابة، وقد تم تسليم شهادات تكريمية لأزيد من 60 متربص من ولاية عنابة. وتسعى إدارة مهرجان عنابة للفيلم المتوسط لتثبيت الورشات انطلاقا من هذه الطبعة على أن تعم جميع المهرجانات التي تقام بالجزائر. نصر قلال رصد التالي. من بداية من انطلاق المهرجان السنة الماضية احنا نفكروا كيف يعني السنة ما يكون ما السنة ما السينما ما تكونش يعني مناسبة في مهرجان النبا تساهم في تكوين جيل جديد. لهذا الإعلان عن ميلاد نادي هواة السينما لأبواب سينماتات مفتوحة ليه، نظن هذا مكسب لشبان عنابة. نحن مكونين يعني ننشطوا في الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، لمسنا عند الشباب هذا تعطش كبير لأنه يتعلم تقنيات السينما، لأنه يتعلم تقنيات الإخراج، وأنهم يحبوا ينتجوا أفلام. استفدنا كثيرا من جامعة تونسية ومهرجان إقليبية هذا، تعلمنا في ظرف أسبوع. في الطبعة الثانية المهرجان في المتوسط بعنابة اللي كانت فيه حاجة جديدة وهي ورشات الإخراج السينمائي والتصوير والمونتاج والصوت. قبل خدمنا كورميتراج وكان عندنا مشكلة الصوت، ديما كنا نجد مشكلة الصوت. المرة هذه مع أستاذ أيمن أعطانا كيف ماه بالإمكانيات القليلة نقدروا نتخلصوا من هذا المشكل الموجود عند زملاء كولي. يعني استفدنا كثير من هذه الورشات اللي فتحوها، ورشة الصوت يعني كنا نتمناو انهم يزيدوا يكثروا لنا من هذه من الورشات والمهرجانات.